The flooring system of a building consists of a girder that supports laterally running floor beams, which in turn support the longitudinally simply supported floor slabs. Draw the shear and moment diagrams for the girder. Assume the girder is simply supported. هنا في 25 في 2 فيجي هنا 25 وهنا 25 ونفس هنا 25 و 25 يبقى هنا نجمع 50 كل طرف 25 ال 20 دي هنا 0.8 فضربت 20 في 0.8 على 2 يطلع هنا 8 ويطلع هنا 12 دول 8 12 يبقى ال 20 دي هتوزع 12 هنا و 8 هنا يبقى ادي شكل البيم بعد ما حطيت عليه اللودز اللي هي كونسنتريتد من الجيردرز يبقى الفلور بيمز دي نقلت للجيردر اللودز اللي احنا شايفينها بيقولي طبعا ده كان سيمبلي سبورت زي ما احنا شايفين مش continuous ولا كان الرياكشنز اختلفت ارسم ازاي عايز اجيب الرياكشن هنا اخد سيجما المومنت عند اي طرف وليكن عند البي ده مش هيعمل مومنت 50 في 2 25 في 4 8 في 6 12 في 8 على 10 يديني 34 بوينت 4 اللي هو ده او كنت ممكن تاخدها من الشكل ده تقول اي واي في 10 والشويه دول اللي هم ال 25 في 4 دول ب 100 في 2 وال 20 في 6 ولا 7.2 بالمنظر ده يطلع برضو الاي واي ب 34.4 كده او من هنا ويطلع البي واي ب 58 اللي هو الباقي من سيجما الاف واي طيب لما اجي ارسم هبدأ من هنا اطلع 34.4 امشي افقي انزل 12 يبقى 22.4 امشي افقي انزل 8 يبقى 14 انزل هنا 25 يبقى 10.6 بالسالب امشي افقي انزل 50 بقت 60.6 اطلعها 60.6 اجي هنا اطلع 60.6 وهنا في 25 ما ننساش ف 25 مع 60.6 85.6 يبقى هنا كأني هنزل 25 واصعدها تاني فمش هحس بيها فال 60.6 تطلع اللي هو الفرق بين الاتنين دول احسب الاريات 34.4 في 2 تطلع 68.8 زيد عليها 22.4 في 2 يطلع اجمالي 113.6 زيد عليها 22 زيد عليها 14.4 في 2 يطلع 142.2 اطرح منها 10.6 في 2 بقى 121.2 موجب مش سالب مفيش اشاره هنا ولا حاجه وبعدين ال 60.6 في 2 يطلع 121.2 ينزل عند الصفر كل المومنت بوزيتيف اقصى مومنت عندنا 142.4 وده الكريتيكال مومنت اللي المفروض اصمم البيم عليه او الجردر عليه واقصى شير عندي 60.6 بغض النظر عن الإشارة هنا 34 موجب هنا 60 سالب أخذ القيمة الأبسولوت الأكبر ف 60.6 كيلو نيوتن المفروض الجردر يشيل القيمة دي في الشير ويشيل القيمة دي في المومنت.